السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني العزاز، لاباس عليكم، كدر أحوالكم؟ كنتمنى كاملين لاباس وصحة جيدة انتم ومعز عليكم، ربي يحفظه ويسهل أموره ويبعده يا ربي ويبعدنا ويبعد جميع المسلمين والناس من أي غضب ديال الله سبحانه وتعالى، وأي زلزال وأي بركان وأي تسونامي وأي حاجة، لأن الله قوي سبحانه وتعالى. دائما ديروا بالكم بأن الله من يقول لشيء كن فيكون. وهذا الفيديو خوتي راه درتو نهار تاني البارح الجمعة واليوم السبت، وأنا والله العظيم عيانة بزاف بزاف، باقا متأثرة بهديك الهزة. ونعاود ليكم كيفاش دوزت هداك النهار، راه حسيت بيها يمكن أنا والأخت ديالي فقط في الدار. كنت نصايب ليكم هداك الفيديو ديال ماليزيا كما قلت ليكم، كنت دايرة فيه واحد الكلام واحد الهضرة واحدة أخرى على ماليزيا، ولكن شاء الله انني نغير كل شيء من بعد موقع الزلزال. ايوا خوتي، نقول لكم والله الا ما عرفتش، انا حاسه بواحد العيه واحد المرض شديد، يمكن تاثرت بزاف بهذاك الزلزال. حتى لي شورت ديالي راه درتهم في اللحظه والدقيقه تماما من وقع الزلزال، راه ما بقى ليش العقل نهائيا. بقيت تنغوت ونقول الله اكبر والشهاد، ونوض حتى الوالده تنقول لها راه الزلزال راه الزلزال، مع هي تتنعس حدايا بالقرب مني. قالت لي يا مسكينه ايه بنيتي راه الزلزال. ناضت حتى من بعد عاد اكتشفت بانها ما حسات بوالو حيت كانت ناعسه، وسبحان الله خوتي كاملين كانوا ناعسين ما عدا واحد جوج ديال الخواتات ديالي، وحده كانت في بيت النعاس ديالها والاخرى كانت تشتغل تحت في شي خدمه دي عندها مستعجله. المهم هي تتمتهن هادشي ديال الخياطه. من بعد حكات لينا، قالت لينا لقيت المواكن غاديين جايين، وتتعرفوا الرواله ديال ديال التواب تا هما تيتحركوا. صافي من سمعتني انا تنقول الزلزال تا هي خرجات، وكذلك الاخت ديالي الاخرى تا هي الزلزال الزلزال. واحد الليله مرعبه خوتي، يعني ما نقدرش نقول لكم على هذاك الوصف الا اللي عاش فيه وحس به، راه مخيف جدا. حتى انني سمعت في ودنيا واحد الصوت دغيا دغيا داز دق 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 دق، مع كنت دايره لي زيكوتور في ودنيا، مع هذاك الصوت مع هذيك التحريكه، يعني غمضت بصرك وكان غتشق الارض وتقلب وادي، يعني ما غلقاو ما نجمعو. خرجنا ما هزينا معانا خوتي والو والو، حتى لاكارت ناسيونال ما هزينا، حتى السوارت ما هزيناهم، حتى حاجه. انا كنت جالسه ما عليا ما بيا، جالسه تنصايب الفيديو تنصايب المونتاج اللي خصو يتحيد والصوت اللي غنركبو عليه. المهم حتى لقيت البيسي غادي وتيمشي ويجي، واحد الهزه يعني افقيه. ومن بعد حركت كيف حالك عيني، حتى انا تزيت حيت كنت متكيه على الحيط، حتى انا خوتي تزيت واحد الهزه. قلت يمكن طونسيون يمكن شي حاجه، انا مريضه شويه. وانا نحرك عيني زيت الزجاجه اللي فوق منها التلفزيون، لقيتها حتى هي غاده تتمشي وتجي. المره الاولى كانت غير شويه وشويه وهي تتحرك، حتى الزاج تبقى يقرقب والباب تا هو تحرك. صافي تما قلت صافي رحنا مشينا فيها، نط غوت ناضوا الاخوان ديالي كاملين، كل شيء دار غير صنادل بالبيجامات ديالهم. هبطنا للاسفل، الوالده هبط انا قبل منهم، هبطوا كاملين مورايا. من بعد ما سديت الضو على الدار لان هذا ضروري، وغتلاحظوا اخوتي في الشرط بان قلبي راه كان غيسكت ليا، كنت غنموت بالخلعه. الناس كاملين خرجوا من سمعونا تنقولوا الله اكبر، كل شيء بدا تيخرج. عاد استشعروا اللي كان ناعس فاق واللي كان تيطيب صد البوطه، كل شيء كل شيء خرج. الزنقه عمارت تيقلبوا غير فين يمشيو شي خلا ويجلسوا فيه. حنايا دابا راه بعادين بزاف على البؤره ديال الزلزال اخوتي. البؤره كما لاحظتوا راه كاينه احواز ديال مراكش، مراكش الغزاله الزوينه والاحواز ديالها والناس طيبين. انا اللي مشيت لتما في شهر 6 وعشت معاهم وشفتهم كي دايرين، من اطيب خلق الله هذوك الناس، من اطيب خلق الله. غير هما جاو في واحد البلاصه يعني معرضه للزلازل، علما ان جبال الاطلس في المغرب موقعا معروفا لنشاط الصفائح التكتونيه الذي يؤدي الى حدوث هزات ارضيه. ان مركز الزلازل كان في جبال الاطلس على بعد نحو 70 كيلومتر من مراكش، يعني تما كاينه الصفائح التكتونيه اللي تحت الارض، يعني كاين تما
السلسلة ديال الزلازل تدوز من تما، وشحال هادي ما عاشوا هاد الشي. هذا اخوتي تما كاين الفقر بعينه في الجبال بين مراكش وبين تارودان، ناس ضعفاء، كل شيء ضعيف عند الله، ولكن الحالة ديالهم مزرية. وهاد الزلزال هذا زاد كمل عليهم اخوتي، راه كاينين شي دواوير وقرى صافي تنسفوا على الاخر، ما بقاوش. اللي بقى عايش راه غيبقى مصدوم، راه خصهم اطباء نفسيين. واش حنا بعادين؟ وشوفوا الحالة ديالي كي رجعت، دائما تنتذكر تنقول شوفكم السقف طاح عليا وطاح على الوالدة وعلى خوتي. وفي هاد المدينة اللي مملوءة بزاف بالناس، لقى ملايين عباد الله ميتين، ما يلقاوش كيديروا يجبدوا الناس مع العمارات ومع المباني ديال الاسمنت. ما شاء الله ما شاء الله، سبحان الله، ربي اللي قدر عليهم هذا الشيء ومشاو شهداء. وتنتمنى اي واحد يا ربي اللي عنده شيء امكانيات يساعدوهم، لانهم محتاجين. في النهار تيكون الصهد وفي الليل تيكون البرد عندهم، لان الجبال راكم عارفين الجو ديالو كي داير. اللي عنده مثلا الامكانيات يشري لهم الكواش، يشري لهم الماكله، يدير لهم القياطن، لان القياطن هما اللي غيحبس عليهم هذاك النده ديال الليل، ما طيحش عليهم السمره، ويأزرهم ويقف معاهم. كاينين يوتيوبرز ما شاء الله تيدخلوا الملايين، يمشيوا هذوك الفلوس يديروا ديال الشهر يعطيوهم. انا كون كان عندي الامكانيات والله ما نتخلى عليهم، لا حول لي ولا قوة، انا براسي عايشة في دارنا، يعني هما اللي تيوكلوني، هما اللي تيشربوني، هما اللي تيكسيوني. دايرة هاد القناة هادي باش ربي يفرجها عليا من واحد الجانب، ولكن ربي ما بغاش. رحنا غادين دقة دقة، حتى المشاهدة راكم شايفين طايحة. اللي ربي رزقه من هاد اليوتيوب يمشي يصدق، يمشي يدير لوجه الله، يعطي الناس اللي متابعيني عندهم القنوات طالعين. جزاكم الله كل خير، ديروا قوافل ديال التبرع. حتى انا الوالدة ديالي قالت لي نعطي ما امكن، واخا نشري لهم غير كرتونة ديال سليم، ولا ندير لهم ليكوش، ولا اي حاجة. اللهم لك الحمد على لطف الله، اللهم الطف بنا يا رحمن يا رحيم. هاد الصدقة هي اللي غتبع من غنتقابلوا مع الله سبحانه وتعالى. كاين اللي تيقول غضب الله، كاين اللي تيقول هادشي من هادشي اللي تنشوفوه، ها اللي ساخطين عليه الوالدين ديالو. المهم اخوتي، هادشي اللي تنشوف بزاف وبزاف، كل شيء باغي يتعرى، كل شيء باغي يدير المنكر، كل شيء باغي يدير حوايج خايبين في اليوتيوب باش يطلع القناة ديالو. راه حتى هذاك راه تيتسمى اثم. ديروا شي حاجة زوينة، تيقول لك لا درنا حاجة زوينة ونقية، راه حتى حد ما غيشوفنا. وهانتي انتي تدير داك الشيء زوين، عندك القناة طلعت تيشاهد لها لك شي حد، حدهم تيكتبوا لك التعليق وتيخرجوا، حتى حد ما تيديها فيك. وهانتي قارية، وهانتي تديري المونتاج زوين، ها انت تتهضري مزيان، اذا ما طالعلكش القناة. خصك واخا تباني، خصك تعري، خصك تقولي شي مشاكل، خصك ديري شي حاجة اللي غتجلبي بها المشاهد. ما شافوش الله سبحانه وتعالى من غتقابلي معاه، شنو غديري؟ شنو هما الاعمال ديالك؟ هذاك هو الوقت الحساب اخوتي. ورا كانت تمايا تضرب عمودي، حنا وصلتنا على شكل افقي. المهم تيقول لك من تيكون الزلزال ضروري ما تطيح الضو المكانه، وإلا كان شيخ لا خصك تمشي ليه وتشد الارض، بعد من البلايص اللي فيهم النوافذ لان الزاج تيطرطق، بعد من الصوار، إلا كانت شي طابله نيت مبلانديه تخشى تحت منها ديال الاكل، ويعني تتعتق شي شويه. مثلا القنت ديال الدار جهة الساريه تا هذيك مزيانه توقف، ولا دير شي حاجه كي كان. المهم تما ما غيكون لا السور غيطيح عليك لا حتى حاجه، المهم تتحميك. ايوا ما نقول لكمش اخوتي، انا راه تاثرت بزاف ومرضت. وتيقولوا بان بزاف ديال الاهتزازات غتجي من بعد، كانوا تيقولوا من بعد ساعتين، من بعد 4 السوايع، وحنا عايشين هذيك الليله كامله في الرعب. حتى وصلت هذيك 5:30، قررنا باش نشهدو وننعسو الليلها ليها، لان لغد لي كل واحد عنده مدرسته عنده عمل ديالو، راكم عارفين اخوتي. الموت علينا حق، ولكن الموت فيها وفيها. هما ماتوا شهداء، ربي يرحمهم وغفر لهم الذنوب كاملين كاملين. بقاو فيا غير هادوك اللي بقاو تحت الانقاض، تنتمنى انهم يجبدوهم، لان المسالك الى الجبال صعيبه بزاف،
ما كاين لا زلزال لا والو، تتكون صعيبة عاد دابا من كاين الزلازل هما في الجبال والصخور طارت من هذوك الجبال وسدات الطرق المسالك ديالها. المهم اخوتي المسالك كلهم تسدوا وتوقفوا، شحال قدو ما يحيدوا راه الحجر قدو قد السخط. اي والله يكون بهم، وانا لله وانا اليه راجعون. اللهم لطفك اللهم لطفك، اللهم ارحمنا اللهم اغفر لنا، اللهم انك انت الغفور فاغفر لنا جميعا. اللهم لا تأخذنا بما أخذ السفهاء والمعصيين يا رحمن يا رحيم. اللهم ابعد عنا كل سوء، أنت العفو فارحمنا في الدنيا وفي الآخرة. اللهم اغفر لنا جميعا يا أرحم الراحمين، كبيرنا وصغيرنا. اللهم اهدنا فيما هديت، اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض وعند العرض. أنت القوي ونحن الضعفاء، أنت القادر على كل شيء يا رحمن يا رحيم. وشكرا لكم على حسن الاستماع، وإلى اللقاء في فيديو قادم بإذن الله. وتعزية الحارة لأهلنا بالحوز والأقاليم ديال تارودانت وأكادير ومراكش، وأي واحد مات ليه العائلة ديالو الله يرحمهم يا رب يصبركم، والله يشافي كل جريح. وشكرا بزاف أخوتي، وإلى اللقاء.